معنا اتصال ابراهيم من الحوطه، تفضل. مساء الخير استاذ خالد. مساء الخير فضيله الشيخ صالح. حياك الله، تفضل. حياك الله، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. انا عندي سؤال بس فقط، يعني ابي الشيخ بس يعني يتكلم قليلا. مثلا اسباب الان يعني الامطار واسباب منع القطر الان على العباد، بعض الناس الان يدعون مثلا يقول لا استجابوا لنا ولا ينزل علينا القطر وكذا. طيب. لو عرج الشيخ لو بشكل مختصر عن اسباب منع القطر. شكرا يا ابراهيم، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. اولا لا يجوز القنوط من رحمه الله، مهما صدر منا من الذنوب فاننا لا نيأس من رحمة الله ولا نقنط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الله كريم وغفور رحيم. وأما امتناع القطر فالغالب أنه بسبب الذنوب والمعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن أعظم أسباب منع القطر منع الزكاة، ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فليحذر المسلمون من هذا، ليصلحوا أحوالهم ويستسقوا ويطلبوا من ربهم الغيث، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم.